الساعه 7:51 بالظبط استلمت بلاغ من الساده المرشدين اللي موجودين على مركب الايفر جيفن ان المركب شحطه، وكان الشحط حسب بلاغ الساده المرشدين بسبب سرعه الريح وبسبب ارتفاع السفينه. على الفور بلغت السيد مراقب الملاحه المنوب معانا والسيد رئيس الحركه المنوب برضو اللي معانا. لقيت بلاغ من ضابط الميناء في مكتب الميناء بوقوع شحط للسفينه او جنوح للسفينه ايفر جيفن في الكيلومتر 151. احيانا اول حاجه احنا دايما بنديها في الحاجات دي اولا ان احنا بنرفع درجه استعداد وحدات الانقاذ وبنجهز الحركه عشان تجهز المراكب لو في الموضوع هيطول او محتاج اكتر من قطره. يعني وجهنا على طول 4 قطرات وانا بنفسي اتحركت علشان اروح اشوف الموقف ايه، لان طبعا هي كانت جانحه في الجزء اللي هو ما فيهوش ازدواج في الجنوب، يعرف السويس الجزء اللي ما فيهوش ازدواج. فتحركت هناك وبعدين لما وصلت هناك فعلا شفت المنظر عرفت ان الموضوع ده مش سهل. عندنا المختصين موجودين في بورتو توفيق بداوا وراحوا وابلغوني ان لا الوضع يعني صعب جدا، وان المركب معديه جوانب القناه، وجوانب القناه دي بتبقى عباره عن حيطه من الستائر الحديديه الصلبه زائد جانب من الدبش الاحجار، كنا تخترقها وتعدي مسافه كبيره لجوه يعني تصل ل 12 متر او اكتر، حوالي 20 متر يمكن اجمالي يعني. When I first heard about the Ever Given going aground in the southern part of the Suez Canal on that Wednesday, I thought, well, here we go, because this is a big ship. So when we heard that she went aground, we were like, well, this is going to be interesting. And then when we heard exactly where she went aground, we were like, wow, now we've got some trouble. The Suez Canal is absolutely essential to global shipping. More than 1/10 of all goods traveling around the world in any given year travel through the Suez Canal. Now that's an enormous amount of goods and components and other cargo traveling through this body of water. And so we have seen since the 1970s, the volume on any single ship traveling through the Suez Canal has skyrocketed. نظرا للحادث ده كان حادث استثنائي ولم يحدث في التاريخ لا القديم ولا الحديث في النقل البحري على مدار العصور خالص. وكان حادث استثنائي ليه؟ كان نظرا لحجم السفينه اللي هي ايفر جيفن دي تعتبر من اكبر الوحدات البحريه العائمه في العالم. من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية الارتفاع ومن ناحية الحمولة العائمة على سطح المية. احنا عايزين نعرف ان ايفر جيفن دي اكبر من اكبر حاملة طائرات في العالم بمرة ونص. الوزن اللي عائم على سطح المية يتجاوز 500,000 طن. انسداد مفاجئ في الشريان الرئيس لقلب تجارة الكوكب. المحللون من الصين إلى الأمريكيتين يقدرون الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بالمليارات. خطر داهم يحوم حول بورصات العالم، والكل عبر نشرات الأخبار يتأمل صورة علوية لسفينة جانحة مملوكة للشركة اليابانية شو وي كيسن واسمها إيفر جيفن.